الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن صفاتهم أنهم صغار الأسنان، أي أنهم حدثاء الأسنان. لا تجد بين صفوف الخوارج رجل ذو لحية بيضاء ولا عالم من العلماء، بل إن الخوارج على مدار التاريخ هي الطائفة الوحيدة التي لا تعرف لها مؤلفات علمية، ما فيهم علماء، لا يكون بين صفوفهم علماء. يمكن ينصبون شباب صغار حفظوا لهم آية أو آيتين أو حديث أو حديثين، يبون يسترون عيبتهم، يقولون هذو قضاتنا وهذول علماءنا وهؤلاء مراجعنا، وهم أجهل من حمير أهلهم. لكن من يشار له بالبنان من العلماء لا يوجد، ولذلك لا يوجد في صفوفهم من شابت لحيته وكبرت حكمته وكبر سنه، وإنما غالب من يقود هؤلاء هم حدثاء الأسنان. فإن قلت أو حداثة السن عيب، أولم يشارك في غزوة أحد بن عمر وقد كان عمره 15 سنة؟ فلماذا تذم حداثة السن؟ أقول حداثة السن لا تذم إذا كان الحدث تابعا للحكيم، إذا كانت الحدث تابعا للكبار. فكون ابن عمر في جيش فيه رسول الله وأبو بكر وعمر المسألة بسيطة، لكن متى يذم حدث السن؟ إذا كان أحداث الأسنان هم القوات وهم المدبرون وهم الأمراء وهم القادة وهم المخططون، فإن حداثة السن مصحوبة بالنزق وبالطيش وبالاستعجال وبالخفة وقلة الحكمة، أليس كذلك؟ ولذلك ما أفلح الخوارج، لأن قادتهم في الصفوف الأمامية ومن يأتمرون بأوامرهم غالبا هم حدثاء الأسنان. وأضف إلى هذا الصفة الثانية التي سأجمعها مع الصفة الأولى بدليل واحد، وهي أنهم سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام، ومعنى سفهاء الأحلام أي أن عقولهم ضعيفة، ضعيفة التفكير، لأنهم لا يزالون أغرارا شبابا صغار، وتفكير الصغير صغير، وتفكير الحدث يوجب الحدث الذي يلم بالأمة والعياذ بالله. فإذا هؤلاء لا يعرفون ما وراء الأحداث، ولا ينظر أحدهم إلى مآلات أفعاله وتصرفاته، وإنما لا ينظر الواحد منهم إلا إلى ما يبرد غليل قلبه ويشفي حماسه ويخفي غيظه من عدوه، ولو دمرت الدنيا بعد ذلك فهو لا ينظر. إذن هذا لا يكون إلا عن سفه حلم. والأحلام هم والحلم سفهاء، والأحلام جمع حلم وهو العقل. فإذن هؤلاء سفهاء العقول، سفهاء العقول. فإذا جمعوا بين طامتين، بين طامة صغر السن وضعف التفكير، صغر السن وضعف التفكير. ولذلك لا يبرز من هؤلاء من المتحدثين الرسميين ومن القضاة والشرعيين ومن قادة الكتائب والفصائل إلا هؤلاء الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ففيهم طيش وفيهم سفه، فغالب أفعالهم يغلب عليها الخفة والحماس غير المنضبط والطيش وسرعة الغضب وأنتم تعرفون أن حماس الشباب الصغار إذا لم يكن ممزوجا بحكمة الشيوخ الكبار أدى إلى الفساد والإفساد، صح ولا لا؟ فحماس الشباب الصغار إذا لم يضبط بضابط حكمة الشيوخ فإنه يفضي إلى دمار الأمة.